مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة جوك ترافل. مصر حتكون وجهة دايلر بالايام الجاي وبعدها رح يكون بالمغرب. نجود متواجدة بدبي حاليا، فشفناها بهالصور من كواليس تصوير اعلان لسماش بوكس كوسمينكس. اما جو حطاب فهو متواجد حاليا بباكستان لاول مرة بحياته، حيث الاكل الباكستاني هو اكتر شي يحبه هناك. ومحمود بيطار فكان متواجد باسبانيا قبل ايام، اما الان فهو متواجد بكان، فشارك هالصورة من لقائه بالفنان نصيف زيتون. عبدالله جميل متواجد بدبي، فكان من بين الحضور لحفلة عيد ميلاد احمد النشيط اللي تكلمنا عنها بالفيديو اللي فات، وكمان اخذ صور جنب برج خليفة. اما تنيان خالد وازكس وعبدالله التميمي فهم متواجدين حاليا بلوس انجلوس بعد ما كان ازكس وعبدالله بميامي. اما نارين بيوتي فهي متواجدة حاليا ببيتها بالسويد لتاخذ قسط من الراحة بعد التصوير والتعب اللي كان بدبي وحتى بالمالديف، وهي عم بتشارك فيديوهاتها القديمة من سفراتها لدبي وحتى بالمالديف. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.